هنروح نتكلم عن مسلسل من مسلسلات لناقش قضية مهمة جدا. انا جالك في دراما اصلي النهارده وقضايا وكده مسوداها زي قضايا قوي إيش. بس الحقيقه ان القضيه دي بالذات كانت قضيه مهمه جدا لاننا للاسف شفناها وعشناها في حياتنا ولقيناها انها بتتجسد بشكل خطير جدا. خلينا كلنا نبقى قاعدين مركزين مع التفاصيل بتاعه القضيه بشكل كوميدي وبشكل لذيذ فدخل في بيوت ناس كتير جدا. هم عايشونا القضيه من اولها طبعا. فكره ان انت بتستمتع بالشهره في الاول ثم بيبدا الموضوع يتقلب لضده. الناس كلها كانت مستنيه عايزه تعرف نهايه المسلسل هيدينا حل ولا هيكون نهايه مثاليه زي ما بيحصل، ولكن النهايه كانت واقعيه وصادمه. عشان كده جائزه افضل مسلسل درامي قصير في النصف الاول من رمضان مسلسل اعلى نسبه مشاهده. سلم الجائزه عبد الله عبد الفتوح من انتاج شركه اي برودوسرز. الانتاج يعني ان هو ينتج ويتحمس للافكار دي، شكرا دائما وابدا، وارجوكم المنتجين اعملوا كده كتير. اتفضل ارجوك. مساء الخير عليكم. احب اشكر مساء الورد. احب اشكر كل كرو العمل ودي الجائزه دي بتاعتهم هم، اللي ورا الكاميرا واللي قدام الكاميرا وكل حد اجتهد في المشروع ده. شكرا ليكم، شكرا لمسابقه كاس انرجي والاداره القائمه عليها، شكرا جدا جدا. ودي مش اول سنه، احنا تاني سنه معاكم تقريبا. شكرا جدا. أرجوك نورنا. علشان كمان المايسترو بتاع العمل وكمان صاحب أو صاحبة صحيح. الفكرة العظيمة دي جايزة التميز للمخرجة ياسمين أحمد كامل. مفاجأة السيزن ده على كل العناصر، مفاجأة خطيرة جدا، أداء أكثر من هائل، أكثر من متميز، وعشان كده هي حصلت على جائزة أفضل ممثلة بتصويت الجمهور وباختيار لجنة التحكيم. عروستنا الحلوة سلمى أبو ضيف. سلومة المسلسل كان فيه مفاجآت كتير، مفاجآت من ممثلات كتير. الناس قالت ايه ده؟ هم ازاي قدموا لنا الشخصيات دي؟ أيوة. عشان كده كمان في جائزة تميز للفنانة اللي عملت دور رائع جدا. كاريزما نسمة كاريزما ليلى أحمد زاهر. في صراحة إبهار كبير جدا كان من الصورة من الكرو وكمان من الممثلين. عايزين نتكلم عن نجم كبير أمتعنا كتير جدا، مشهور بالكوميديا، لكن في المسلسل ده والسنه دي ضحكنا وبكانا. ضحكنا طبعا بس قوي كمان. في المسلسل ده تحديدا خلانا نعيط كتير أوي. جدا أوي. جدا جايزه تميز للنجم محمد محمود عن ادواره في مسلسلات رمضان السنه دي، اعلى نسبه مشاهده واشغال شقه. من العناصر المهمة جدا في المسلسل وخلت لنا يعني خلتنا نتشد جدا هو السيناريو والحوار، لذلك جائزة تميز للسيناريست سمر طاهر. لسه مكملين في أعلى نسبة مشاهدة، ويمكن السنة اللي فاتت قبل دلوقتي بشوية في حفلة الموسم السابع كان معانا على البوديوم ده أيوة. وقال امبارح النادي الاهلي فاز باللقب ال11 وانا فزت بكاس انرجي، فالسنه دي الاهلي فاز بال12 وبرضه الفنان احمد فهيم افضل ممثل مساعد بتصويت الجمهور. مساء الخير.
ازيكم كلكم؟ انا مبسوطه جدا بالجائزه ومبسوطه بمسلسلات رمضان السنه دي جدا، وكلكم عاملين شغل محترم وانا فانز لكل مسلسل وبحب تجربتي جدا في اعلى نسبه مشاهده، ومبروك ليكم وشكرا جدا.